مين فينا ما عندوش اصحاب ملحدين؟ ومين فينا ما اتكلمش قبل كده مع حد ملحد؟ طيب مين يقدر ينكر ان عدد الملحدين في كل يوم بتزيد؟ ده حقيقه. وبصراحه النهارده انا عايز اطرح على نفسي كل التساؤلات اللي بيقعدوا يسالوها. يعني مثلا اعرف مين ان ربنا موجود وانا عمري ما شفته ولا هو عمره ما ظهر لي؟ اعرف مين؟ هل فعلا في ادله بتقول ان ربنا موجود؟ وهل الادله دي منطقيه وممكن تقنعني ولا لا؟ دي الأسئلة اللي أنا عايز أناقشها النهاردة وأشوف هل ليها إجابات هتبقى مقنعة ليا أنا أولاً ولا لأ؟ هل في إجابات أقدر أقدمها لصاحب الملحد ولا مفيش إجابات مقنعة أو منطقية؟ ده اللي أنا عايز أبحث فيه النهاردة. مين، أنا عارف إن أنت بقالك فترة طويلة بتربطك صحوبيات وصداقات بأشخاص ملحدين، وإن أنت في حوار ما بينك وما بينهم لفترة طويلة، وانا جاي لك في الحته دي. انا عارف دي حتتك، انا جاي اكلمك في القضيه دي بالذات، قضيه وجود الله. اوقات بعدي بوقت بحس وهو فين الله؟ ليه الله ساكت كده؟ ليه ما يتكلمش؟ ليه ما يقولش انا موجود؟ لما بتقعد مع حد تتكلم معاه، حد ملحد، يقول لك انا مش شايف اي دليل لوجود الله، بتقول له ايه؟ يوسف سؤالك حلو قوي، بس خلينا نقطعه علشان نعرف نجاوبه كله. احنا ممكن في الاول نفكر في هو ليه الله مش واضح كفايه، وينفع بعد كده نفكر لو الله مش واضح كفايه ومبرر في ذلك، هل في دليل ما او حجه ما تقول انه موجود ولا لا. خلينا في الاول نقول هو لو الله مش واضح كفايه فده ليه. تعالى نفترض سيناريو. السيناريو ده بيقول انه الله هيظهر دلوقتي في السماء كويس ويقول انا هو كويس، وانتوا عليكم ان انتوا تعبدوني وانا الله. في الحالة دي هيكون الله عمل حاجة مش أخلاقية، لأنه هيكون بيلغي العقل وحرية الاختيار. يعني مش هيكون ساعتها مديني قدرة إن أقول فيها أنا عايزك ولا لأ. خلينا نكمل كمان السيناريو. تخيل لو الله ظهر النهاردة وإحنا هو في قاعة مقفولة. تخيل إحنا مش هنشوفه بس في ناس بره هتشوفه، فإحنا هنقول لأ إحنا ما شفناش، وهنتقسم نصين، في ناس تقول إحنا شفنا، في ناس تقول احنا ما شفناش. والناس اللي شافت ممكن تكتب تاريخ وممكن تقول الله موجود واحنا شفناه. تخيل معايا في السيناريو ده وهو بيجري بعد سنوات، والناس اللي شافته ممكن تقول الناس دول على فكره ما شافوش ربنا، الناس دول جالهم هلاوس. طب ما هو ده اللي حصل بالظبط في تجسد المسيح. بالظبط بالظبط. فتخيل معايا حتى في السيناريو اللي الله هيكون فيه اكثر وضوحا، مش هيجي في وقت ما في التاريخ والناس هتقول برضو احنا ما شفناش. طيب انا بحاول بس اربط الكلام اللي انت بتقوله. انت بتقول انه حتى لو الله فعلا ظهر وقال في ناس برضو هتقول احنا سمعنا وناس هتقول احنا ما سمعناش، ده انت تقصد كده؟ بالظبط. وحتى لو التاريخ سجل ان هو موجود، هيجي في وقت ما وناس هيقولوا على فكرة الناس اللي سجلوا ده هما كانوا ناس أقل علما، وإحنا النهاردة ناس بنثق في العلم والمنطق أكتر، فهو غالبا ممكن يكون ما حصلش. الناس اللي هتيجي بعدين، مش وقت ما الله هيقول كده وهيعلن كده، يعني بالزبط. للأجيال اللي هتيجي بعد كده. وطب ما ده بيفكرني بالقصة بتاعت إن الله تجسد في شخص المسيح، وبعد كده الناس قالت إنه لا ده مش حقيقي. بالظبط. وهو ده الخبر المسيحي بالذات، هو إنه الله كان أكثر وضوحا، الله ظهر وأعلن نفسه مش في شكل سماوي ضخم عشان يبهرنا، لكن في حدث من جوه لبره. خد صورة زي وزيك، خد شبه زي وزيك، خد لحم ودم، وفي تم الإعلان عن مين هو الله. تخيل معايا السيناريو لو كان الله بيثبت بشكل ما ان هو موجود، بس بكذا طريقة. احنا هنا بصدد انه احنا نتكلم على حجة او برهان منطقي خارج ما هو موجود كاختباري في الكتاب المقدس. فاحنا عندنا حجج منطقية ينفع نتكلم عنها، وده لانك انت، انا عارفك شخص بتبحث وجاي بتفكر في دليل او برهان او حجة منطقية. فواحدة من الحجج اللي ليها ثقل هي حجة الكونية أو الكوزمولوجيكال أرجومنت. الحجة بتقول كل ما له بداية له مسبب.
الكون له بداية، فالافتراض أو النتيجة الطبيعية أنه كل ما له بداية له مسبب، الكون له بداية، إذن الكون له مسبب. أيوة، بس خليني أقول لك أنه مش شرط تكون الفرضية دي صحيحة. صح جدا يا يوسف، هو ده بالضبط السؤال اللي أنا عايزك توصل له. أنت ممكن تقول لي تمه الفرضية الأولى مش لازم تبقى صح، أو الفرضية الثانية مش لازم تبقى صح. خليني أقول لك حاجات في الفرضية الأولى والفرضية الثانية، خليني أثبتها لك بطريقتين، طريقة علمية وطريقة فلسفية. في الفرضية الأولى، كل ما له بداية له مسبب، ده كلام مش أنا اللي بقوله، فرانسيس بيكون، رجل هو أبو العلم الحديث، بيقول العلم هو البحث عن مسببات. فهو راجل بيعرف العلم كطريقة بيدوروا فيها على مسبب. فأنت لما تيجي تقول لي مش لازم كل حاجة يبقى ليها مسبب، أنت هنا بتتنحى بالكامل عن الطريقة اللي بيستخدم بيها العلم. أوكي. مش بس كده، ديفيد هيوم، واحد من أكبر الشكوكيين اللي جم في العالم، قال في كتابه The Letters of David Hume، بيقول لم أؤكد مطلقاً الفرضية شديدة السخافة أن شيئاً يمكن أن يحدث دون مسبب. أقول لك حاجة كمان يا يوسف، أنت لو جيت قلت لي النهاردة مش لازم كل حاجة يبقى ليها مسبب، أنا ممكن أسألك سؤال، هو إيه السبب اللي خلاك تؤمن أو تصدق أنه مش كل حاجة ليها مسبب؟ عارف أنت لو قلت لي السبب، ساعتها هيبقى حتى سؤالك ليه مسبب. ففلسفياً الكلام ده مش صح. فلسفيا لما تقول لي لا مش لازم كل حاجه يبقى ليها مسبب، انت كده حسب كلامك انه كمان علميا مش صح، مش بس فلسفيا. بالزبط. ان انا اقول ان الكون دوت وجد كده من لا شيء مثلا. بالظبط، ودي الفرضيه الثانيه. طيب هل الكون ليه بدايه؟ انا ازعم انه في نوعين من الادله في انه الكون ليه بدايه. النوع الاول هو النوع العلمي. أوكي. والنوع العلمي هو انه احنا كمسيحيين ناس منطقيين وعلميين بالشكل الكافي ان احنا نصدق في نظرية الانفجار العظيم. الانفجار العظيم هي نظرية علمية محترمة بيصدقها حتى العلماء غير المسيحيين. فمثلا واحد من العلماء الفلك المحترمين قوي، وهو راجل لا ادري اسمه روبرت جاسترو، بيقول انه النظرية دي صح. مش بس كده، ستيفن هوكين كمان بيصدق في النظرية دي. مش بس كده، إدوين هابل كمان بيصدق في النظرية دي. أنا مشكلتي مع مش بس كده، واحد من العلماء المحترمين قوي اسمه فيستو ميلفين سيلفر بيقول كمان كده. بس هي النظرية دي بتعتمد على وجود اللي هو الـ 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 الأصغر، أصغر يونت اللي كانت موجودة زمان، بس ما قدمتش ليا مين اللي أوجدها برضو. يعني ما قدمتش مين اللي أوجد أصغر نقطة اللي هي انفجرت، اللي هي سينجولاريتي، مين اللي اوجدها؟ انا ما شفتش برضو اجابه للسؤال ده في النظريه دي. صح، وده الافتراض او النتيجه اللي المفروض نوصل لها بعد ما نفكر في الافتراضات. كل ما له بدايه له مسبب، الكون له بدايه، اذا الكون له مسبب. الافتراض او النتيجه اللي بنوصل لها من انه الكون ليه مسبب هو بالظبط اللي انت بتقوله ده. بس خليني اقول لك كمان انه كل ما له بدايه له مسبب، نظرية الانفجار العظيم بتتكلم عن أربع حاجات مهمين جدا علميا بتثبتها. فمثلا واحدة من الحاجات اللي بتثبتها مثلا أنه في قانون اسمه قانون الديناميكا الحرارية. القانون التاني من الديناميكا الحرارية بيعلمنا أن الكون بيستهلك الطاقة بتاعته. القانون الأول من الديناميكا الحرارية بيعلمنا أن الكون جواه طاقة محددة. القانون التاني من الديناميكا الحرارية بيقول لنا انه الطاقة دي بتستنفذ. فكر معايا لو للحظة، لو الكون جواه طاقة محددة، القانون الاول، ولو الطاقة دي بتستنفذ، واحنا عارفين من ستة ابتدائي انه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، اذا غالبا ولازم النتيجة اللي نوصل لها انه لازم الطاقة دي تكون بدأت في وقت ما، مش موجودة منذ الازل. لم تستحدث من عدم. بالضبط. الحاجة التانية اللي بتتكلم عنها أو النظرية التانية اللي بتثبت الانفجار العظيم هي نظرية تمدد الكون. كان في عالم محترم قوي اسمه فيستو ميلفين سيلفر. العالم ده كان بيحاول يفكر هو الكون بدأ إزاي. العالم ده كان بيحاول يحط صورة إنه الكون بيتمدد. وفكر معايا كمان للحظة، لو كان الكون بيتمدد،
هل ده معناه أن الكون موجود منذ الأزل ولا لا؟ هنا هنفكر في فكرة واحدة بس، لو كان الكون بيتمدد منذ الأزل فمعناه النهاردة أنه حجمه ما لا نهاية، بس النهاردة الكون احنا عارفينه أن حجمه مش ما لا نهاية. والفكرة دي غالبا بطلوا العلماء يؤمنوا بيها من ساعة سنة 1913 لما إدوين هابل خرج في المرصد بتاعه اسمه ماونت ويلسون وبص على التلسكوب العظيم اللي هو عمله وشاف فعلا انزياح نحو اللون الأحمر مما يسبب انه فعليا الكون بيتمدد، ودي واحدة من الحاجات اللي بتؤيد نظرية الانفجار العظيم. مش بس كده يا يوسف، لكن كمان ناسا عملت مشروع اسمه كوب. المشروع ده أطلقته سنة 1989. كوب اسبل كوب كده؟ كوب COPE Cosmic Background Explorer. المشروع ده بيحاول يشوف هل فعلا الكون بدأ ولا لا، فحاول يرصد الأشعة وحاول يرصد الحرارة بتاعة الكون البدائي. وبالفعل المستكشف ده عمل دوره وجاب لنا انه ينفع الكون يكون ليه بداية، لانه رصد بالضبط الحرارة ورصد بالضبط الموجات اللي خرجت مع بداية الكون. يعني انت دلوقتي يمينة لما تثبت لو انت اثبتت دلوقتي ان نظرية البيج بانج او انه نظرية صحيحة علميا فانت كده بتثبت مما يثبت ان الكون له بداية. ومدام له بداية فلابد ان هناك من اوجده، لم يوجد نفسه بنفسه. بالضبط ده اللي انت عايز توصله في الاخر. بالضبط، بما انه الكون له بداية، ودي الفرضية رقم 2، وبما انه كل ما له بداية له مسبب حسب العلم والفلسفة، واذا النتيجة بتاعته الفرضية الاولى كده صح، ان كل ما له بداية له مسبب، والفرضية الثانية علميا صح بسبب كل النظريات اللي انا حاولت اشرحها في عجالة سريعة، اذا النتيجة المفروض نوصل لها الكون له مسبب. النتيجة اللي لازم نوصل لها دي يا يوسف لازم نفكر فيها. ممكن تقول المسبب كان طاقة، بس الكون لما بدأ بطاقة، فلازم يكون المسبب خارج الطاقة. ممكن تقول المسبب كان زمن، بس لما الكون بدأ الزمن، فلازم يكون المسبب خارج الزمن. ممكن لما تقول المسبب كان مادة، بس لما الكون بدأت المادة، فلازم تفكر انه لازم يكون المسبب ده شخصي. انا وانت يا يوسف الكائنات الوحيدة في الكون اللي ليها بعد شخصاني، فما ينفعش يكون احنا جايين من التطور، لازم يكون اللي بدأنا المسبب ده ليه بعد شخصاني. يعني وده للإيمان المسيحي لابد ان يكون خارج من دايرة الزمن والطاقة ومن دايرة المادة ومن دايرة الطاقة، لان لما الكون ابتدى بالمكونات دي فما ينفعش يبقى هو ده المسبب، لانه يكون ابتدى بيهم. مظبوط كده؟ لابد بالزبط يكون خارج كل الدوائر دي، ولابد ان يكون له بعد شخصاني، لانه انا وانت لينا بعد شخصاني، فانا وانت ما ينفعش نكون جينا من التطور الاعمى زي ما ريتشارد دوكنز بيقول. انا وانت لازم يكون في كائن يعني له بعد شخصاني. يعني ايه بعد شخصاني؟ بعد شخصي. احنا أكثر من كائنات تطورت وكائنات عملنا حاجات عشان تساعد على بقائنا. أنا وإنت كائنات ليها بعد أخلاقي. فأنت تقصد تقول إنه لو إحنا بهذا الشكل وبهذا التعقيد فلابد أن يكون اللي أوجد هذا النظام هو أكثر تعقيدا مننا من مخلوقاته. بالضبط كده. بالضبط. وله بعد شخصاني. دي مهمة أوي. لأن إحنا أشخاص ومبنيين على العلاقات. وله بعد علاقاتي. بالظبط. وده بالظبط الإيمان المسيحي بيزعمه. خلينا يوسف نلخص كل اللي احنا قلناه بسرعة جدا. الكون له بداية. احنا قلنا ليه الكون ليه بداية، ودي فرضية كانت رقم 2. كل ما له بداية له مسبب، ودي كانت الفرضية رقم 1، وقلنا هي ليه صح فلسفيا وعلميا. إذن النتيجة اللي المفروض نوصل لها هو انه الكون له مسبب. ما يزعم الإيمان المسيحي أنه لازم يكون المسبب ده خارج الطاقة والكتلة والزمن والوقت، ولازم يكون لي بعد شخصاني وعلاقاتي. وده بالضبط اللي بيقوله الإيمان المسيحي، أنه هو الله بتاع سفر التكوين.
شكرا جدا يا مينا. العفو. سمعت من شوية فكر فلسفي وأدلة منطقية من وجهة نظر الإيمان المسيحي بتتعامل مع كل الأسئلة اللي سألناها النهاردة. بس السؤال دلوقتي، في أدلة تاني ولا خلاص على كده؟ هو ده اللي أنا عايز أشوفه دلوقتي. أميرا قعدت مع مينا وكنت بسألهم على هل في حجج أو أدلة تقول إن الله موجود. هما كلموني على حجتين أو برهانين، الحجة الكونية أو الكوزمولوجيكال أرجيومنت، وحجة تانية اسمها حجة الضبط الدقيق أو الفاين تيونينج أرجيومنت. فأنا عايز أسمع منك، عندك حجة أو برهان تاني غير اللي سمعته؟ الحقيقة يوسف، حجة الضبط الدقيق والحجة الكونية أو الكوزمولوجية هما حجتين جمال قوي، لكنهم بيناقشوا الموضوع من بره الإنسان، كأنهم بيفكروا من ناحية علوم الفلك ومن ناحية الفيزياء ومن ناحية الرياضة. لكن خليني أقول لك حجة تانية خالص، من نوع تاني خالص. الحجة الجاية دي حجة شوية فلسفية، ليها علاقة بعلم النفس أو بعلوم الإنسان. وكأنه الحجج اللي فاتت دي بتحاول تبص على العالم من بره وتشوف هل ده بيشير إلى وجود الله ولا لأ. اللي بتعمله الفلسفة واللي بتعمله العلوم الإنسانية إنها بتبص جوه الإنسان. أعتقد دي هتبقى أقوى لينا شوية أو ملموسة شوية لينا عن أنا أعتقد كده برضو، إنها بتبص جوه الإنسان وتشوف هل جوانا حاجات بتشير من جوانا على وجود خالق، على وجود حاجة أكبر مننا. فخلينا أول أقول لك الحجة دي بتقول إيه، وبعد كده يعني نتخانق أنا وإنت مع بعض. اسمها إيه الأصل؟ اسمها الحجة الأخلاقية، The Moral Argument. بتقول كده الحجة، لو الله غير موجود فالأخلاق الموضوعية غير موجودة، يوجد أخلاق موضوعية إذن الله موجود. عشان نفهم الحجة كلها محتاجين بس نشرح يعني إيه أخلاق موضوعية. أخلاق كلنا عارفين إيه الأخلاق دي. حاجة عندنا كلنا، الأخلاق بتاعتك تعمل إيه دي حاجة سهلة، لكن محتاجين نشرح يعني إيه حاجة موضوعية. عندنا حاجة اسمها حاجات موضوعية وحاجات تانية اسمها حاجات نسبية، وهقول لك الفرق بينهم بمثل بسيط. يعني مثلا لو انا قلت لك انه مثلا التفاحه دي، عندنا التفاحه دي مثلا اطول من التفاحه الثانيه، اكبر او اطول من التفاحه الثانيه، فانت هتيجي تقول لي ايه مثلا؟ وريني عرفت ازاي انها اطول، او هتسالني سؤال انت عرفت ازاي ان التفاحه دي اطول فعلا من الثانيه؟ هقول لك ببساطه، لو قسنا طول دي وطول دي هنلاقي انه دي اطول من دي. فاحنا عندنا في الاخر ايه يحدد لنا الفرق؟ عندنا مسطرة بنقيس بيها ايه الحاجة الاطول وايه الحاجة اللي مش اطول. لكن لو جيت قلت لك مثلا انا بحب التفاح اكتر من البرتقال، انا بحب التفاح اكتر من البرتقال، دي حاجة نسبية مش موضوعية، لكن التفاحة دي اكبر او اطول من التفاحة دي حاجة موضوعية. قصدك الموضوعية نقدر نقيسها؟ مظبوط، نقدر نقيسها، نقدر نستدل عليها عن طريق انه في الاخر مثلا لو قلت لك انه 2 زائد 2 يساوي 4، دي حاجة موضوعية ولا نسبية؟ لا، دي 2 زائد 2 يساوي 4، دي حاجه موضوعيه خلاص، دي محسوبه بالظبط. احنا عارفين بالرياضه عندنا انه 2 زائد 2 يساوي 4، لكن الحاجه النسبيه هي الحاجه اللي تختلف من واحد للتاني، ما عندناش مسطره تقيسها. فانا مثلا انا بحب اللون الاخضر دوت، فهي تختلف من شخص لاخر. هل دي حاجه موضوعيه معناها انه لازم كلنا نحب اللون الاخضر، او انه ده يعني كانه حاجه صريحه عباره انه لازم الكل يحب الاخضر؟ مش شرط. لكن ان التفاحه دي اطول من التفاحه دي او اكبر من التفاحه دي حاجه موضوعيه، فاهم قصدي؟ لانه عندنا ببساطه ينفع نقارنهم ببعض ونشوف عندنا مسطره تقيسهم نعرف الحاجه الموضوعيه. نيجي نتكلم عن الاخلاق، هل الاخلاق حاجه موضوعيه ولا حاجه نسبيه؟ وده جدل كبير يعني. لكن خليني اقول لك مثلا مثل صعب شويه، وانا اسف يعني لو المثل ده هيضايقك شويه، لكن ده بيوضح الفكره قوي. هل اغتصاب الاطفال حاجه عاديه؟ لا طبعا. هل في شخص عاقل ممكن يقول انه ده جميل ان احنا نغتصب الاطفال؟ لا طبعا. ويقول لك اصلي ده رايي وده عادي ببساطه، انا احب اغتصب الاطفال عادي، زي ما انت بتقول ايه انا بحب الايس كريم بالشوكولاته، واحد تاني بيحب الايس كريم بالفانيليا. فهو واحد بيقول انا بحب اغتصاب الاطفال، انت بتحبش اغتصاب الاطفال، دي حاجه ترجع لك انت. فاهم قصدي؟ ده غير مقبول طبعا عند اي ثقافه وعند اي بلد واي شعب، اي انسان، عند اي انسان. مايكل روس ده فيلسوف ملحد وهو مدرس في جامعه فلوريدا، بيقول كده، بيقول انه الشخص اللي بيقول ان هو مقبول اخلاقيا ان تغتصب الاطفال هو شخص مخطئ، بالظبط زي الشخص اللي بيقول ان 2 زائد 2 يساوي 5.
ما ينفعش تقول لي 2 زائد 2 يساوي 5. دي حاجة خطأ موضوعية. دي خطأ موضوعي. دي مش عاملة زي مثلا أنا بحب ده وأنت بتحب ده. دي مثلا اللوحة دي واحد رأي إن هي شكلها حلو، واحد تاني رأي إنها شكلها مش حلو. دي حاجة نسبية. الحاجة الموضوعية هي الحاجة اللي إحنا كلنا بنجمع عليها، ليها مسطرة معينة نعرف نقيسها بيها. فمثلا لو قلت لك إنه دي أكبر من دي عندي، أي كوباية دي أكبر من الكوباية التانية، هتقول لي لا تعال نقيسها. وساعتها لو طلع دي طولها اطول فعلا يبقى ده حاجه موضوعيه انه ده اطول من ده. لكن الحاجه النسبيه الحاجه اللي فيها اراء مختلفه، انا رايي ده، انا بحب ده، انا بحب اللون دوت، انا شايف انه اللوحه دي شكلها حلو، واحد تاني شايف انه لا مش عجباني. دي الحاجه النسبيه. لو الاخلاق يا يوسف حاجه موضوعيه، يبقى بالتالي عندنا سؤال منطقي جدا محتاجين نساله. لو الاخلاق حاجه كلنا مجمعين عليها وكلنا شايفين انه لا مستحيل ده اللي بيختص الاطفال، ده الشخص مين اللي حط المسطره دي، مين حط المسطره دي، او سؤال تاني فين المسطره؟ هات المسطره. مش انت كل الناس بتقول انه ما ينفعش نختص الاطفال، ما الاختصاب ده حاجه غلط ايا كان خلفيته عامله ازاي الشخص دوت، مش ده محتاج مسطره انت يعني؟ فهيجي اسال حد مثلا بيقول لي، لما تيجي مثلا في اي حتى جدال وتقول لي امير مثلا انت سرقت، انا هاجي ارد عليك واقول لك ايه لو عايز دافع عن نفسي؟ هقول لك لا يا يوسف انا ما كانش قصدي اسرق، انا كنت بس بستلف، ده انا كنت فاكر، هحاول ابرر الموضوع. لكن عمري ما هاجي اقول لك مثلا طب ما يوسف انا بالنسبه لي السرقه عادي، طب ما السرقه اصلا عادي. لو انت قلت لي مثلا انت عملت الجريمه الفلانيه واغتصبت مش عارف ايه، مش هاجي اقول لك الاغتصاب عادي او ده رايك خليه لنفسك. لكن كلنا عندنا اجماع انه اللي بيغتصب الاطفال اللي بيغتصب الاطفال دي حاجه موضوعيه، دي حاجه ما فيش نقاش فيها، زي الرياضه زي ما بيقول مايكل روس، زي الاثنين زي اثنين يساوي خمسه، مستحيل ما ينفعش. وهنا السؤال ايه هي المسطره؟ جبنا منين التاكد الرهيب بتاع ليه كلنا بنحاسب بعض وكانه عندنا قانون اخلاقي؟ هل في قانون اخلاقي؟ قانون محطوط مسطره هي القانون، مسطره زي قانون الرياضه مثلا. هل عندنا قانون اخلاقي؟ ولو شايفين انه فعلا في قانون اخلاقي وده جوانا كلنا كبشر، فالقانون دوت يتطلب ايه؟ وضع للقانون. احنا اطلقنا على هذا الوضع للقانون اسم وهو الله. ممكن تسميه بقى اي حاجه، طبعا في حجج تانية تدل. وعلى فكره احنا عندنا اكتر من 30 حجه بتتكلم عن وجود الله، لكن الحجه دي ميزتها قوي قوي انها بتتكلم عن حاجه جوانا، حاجه كل يوم بنختبرها ومنفكرش فيها لان واخدين الموضوع ببساطه. لكن الفلسفة بتخلينا نفكر في حاجات بطريقة أعمق شوية، وأنا مش قصدي أتفلسف، لكن فعلا لو جوانا مسطرة أو حاجة بتقول لنا إن لا اغتصاب الأطفال ما ينفعش، مش لازم يكون في وضع لهذه المسطرة. جبناها منين؟ التطور الطبيعي للعشوائي للذرات ما يعمل لناش هذا النوع من التطور، الطفرة إنها توصل إنه يبقى دي حاجة ما ينفعش تتعمل. فهم قصدي؟ طيب أنا ممكن يعني أفكر بشكل مختلف شوية. انا ممكن اقول انه الاخلاق اللي انت شايفها موضوعيه دي وكل الناس متفقه عليها، ممكن اقول ان هي اتطورت جوانا على مدار الاف السنين، وان احنا من خلال خبرتنا في الحياه توصلنا ان انا لما اعيش بالشكل الفلاني او بالنمط الفلاني انا هبقى عايش بشكل احسن واللي قدامي مبسوط مني. فالاخلاق دي جت نتيجه تطور وليست مسطره موضوعه جوايا. فاهم قصدي؟ قصدك ان هي الحاجه اللي بتحفظنا وتخلي المجتمع يبقى بتحافظ على البقاء بالزبط. يعني بالظبط احنا توصلنا ان لو عشنا بالشكل الفلاني ده احنا هنبقى بشكل او الحياه هتستمر. مظبوط. فهي جت طور تطور وليس بوضع او كمسطره موضوعه جوانا لازم يبقى ليها بصمه ولازم يبقى ليها وضع. خليني اقول لك انه فكر معايا مثلا كده، لو الاخلاق فعلا هي نتيجه تطور العشوائي للذرات دوت جوانا ونتيجه الجينات وكذا وكذا، فإحنا الجينات دي مفروض موجودة ليه؟ عشان تخلينا نبقى. الحاجة اللي بتساعد على البقاء بتاعنا والنمو وكده بتاع بالزبط. المجتمع هي الحاجة اللي إحنا بعد كده قلنا إن دي الحاجة الأخلاقية، الحاجة اللي ما بتأذيناش، اللي ما بتبوظش المجتمع. فخلينا أقول لك مثلا، ليه لما شخص بيموت مكان حد تاني بنبقى إحنا شايفين دي حاجة نبيلة جدا، مع إنه هو هنا تصرف عكس غريزة البقاء اللي جواه؟ ليه لو واحد اغتصب واحدة وجاب منها أطفال كتير، والطفل اللي جه مثلا ده بعد كده بقى اكتشف اكتشاف رهيب علمي رهيب ويعني عمل اكتشافات خارقة، هل ده يبرر انه ساعتها الاغتصاب كان صح؟ لا طبعا مش صح. وكأنه حتى الحاجة اللي بتحفظ النمو بتاع المجتمع، كأنه حتى الحاجة اللي بتخلينا نزدهر ونكتر، لو هي مش أخلاقية احنا هنتضايق منها. وكأنه الموضوع ملوش علاقة أبداً بفكرة إيه الحاجة اللي بتخلينا نزدهر وتخلينا ننمو وتخلينا تساعد على البقاء. لأنه يعني زي ما قلت لك في حاجة، يعني أنت هتتحط في مواقف معينة
هتاخد قرارات عكس الغريزه اللي جواك لانه في مسطره اخلاقيه مش بتتصرف. في حاجه بقى، ما هو ده السؤال بقى، ايه هي الحاجه؟ ولو فعلا استدلينا انه في حاجه، في حاجه اخلاقيه، في مسطره ما مخليه الاخلاق دي حاجه لازم نتبعها، واللي ما يعملهاش كانه بيتضايق او ضميره بيكلمه. ممكن نقعد نسال ايه هو الضمير وجه منين، وده سؤال تاني كبير، لكن مش ده يدل على انه في مسطره تانية جوانا كلنا كاننا متفقين عليها بدون ما نقول لبعض احنا متفقين عليها، فاهم يعني؟ كاننا كلنا نازلين بيها كده، السيت اب بتاعتنا او البرمجه بتاعتنا نازله بيها موجوده، وكلنا متفقين عليها من غير حتى ما نقول لبعض بالكلام ان احنا متفقين. هل العلم ليه اي تفسير بخصوص الحجه الاخلاقيه دي؟ هل في اي رد سمعته حسيت انه ممكن يكون صح غير التفسير المسيحي اللي انت مؤمن بيه انه لا يوجد وضع لهذه المسطرة غير الله؟ الحقيقة انا عارف انت شخص بيبحث وانا كمان ببحث زيك، بس انا كل الردود اللي لقيتها مثلا انه يقولوا مثلا طيب ما في مجتمعات بتختلف قوانينها الاخلاقية، فمثلا انه القانون الاخلاقي دوت او الاخلاق دي حاجة بيتفق عليها المجتمع بينه وبين بعض، فمثلا في مجتمعات مثلا بتوافق مثلا على فكرة الاجهاض كده، دخلنا فكرة الثقافات يعني. في مجتمع يعني تاني بيقول ان الاجهاض غلط، مجتمع يقول الاجهاض صح، يبقى كده في قوانين اخلاقيه مختلفه، يبقى الاخلاق مش موضوعيه. لكن في رد بقى على الموضوع دوت، ارجع واقول انه اللي بيختلف هنا بين ثقافه لثقافه او مجتمع لمجتمع، على فكره هم متفقين جدا، لكن في ثقافه بتشوف انه ايه الاثنين عايزين يلاقوا ايه افضل حاجه للانسان، ففي ناس بتبص مثلا على ايه افضل حاجه للام فتقول مثلا لا انه اجهاض الطفل دوت حاجه كويسه لانه الطفل دوت مثلا كان نتيجه جواز غلط او ايا كان اللي حصل. وفي مجتمعات تانية بتركز على الطفل تقول لك لا ده الطفل ده حرام، ده احنا بنحب الطفل. المجتمعين متفقين على ايه؟ مبدا الحب، الاثنين عايزين الافضل للانسان، لكن حد بيفكر من وجهه نظر الام، حد بيفكر من وجهه نظر تانية. الحريات مثلا، الناس يقولوا مثلا انه الجواز المثلي صح الجواز المثلي غلط، مش هنخش طبعا في الموضوع دوت، لكن قصدي اقول ايه في الاخر كله عايز يقول ايه؟ يريح الانسان، يريح الانسان، وعايز المحبه، وبيقول ان المحبه هي الصح. فهترجع لنقطه موضوعيه في الاخر موجوده نبع منها الفكر بالشكل ده. ليه؟ عشان ما اعملش افضل حاجه ليا يبقى عادي انا اختصب الطفل دوت، مش دي افضل، انا بنبسط كده يا اخي. ما ينفعش حد يقول لك انا بنبسط كده فاختصب الطفل براحتي، ساعتها هتقول له انت غلط، انت موضوعيا غلط، مش رايي ان انت غلط. واذا لو عرفنا نتوصل انه في مسطره برانا، انه في حاجه كانها بتقول لنا ايه الصح وايه الغلط، مش يمكن ده تشير او تستدل على وجود واضع لهذا القانون؟ اسمح لي اقول لك ايه من الكتاب المقدس في روميا اصحاح 2 عدد 14 بيقول كده، لانه الامم الذين ليس عندهم الناموس، بيقول على الناس اللي ما عندهمش القانون بتاعت ربنا او مثلا الكتاب المقدس او الشريعه في وقتها، الناس اللي ما عرفوش ربنا، لانه الامم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس، بيعملوا بطبيعتهم بسجيتهم اللي في الناموس، هؤلاء اذ ليس لهم ناموس هم ناموس لانفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم. كان بيقول لك ايه الناموس دي؟ قصدي المسطره اللي انت بتتكلم عليها بالظبط. هنا بيقول لك انه حتى الناس اللي ما عندهاش قانون اخلاقي مثلا مكتوب في كتاب مقدس او في شريعه يهوديه او في اي كتاب دين، يعني مثلا حتى الملحدين، وهنا الحجه دي عمرها ما بتقول انه الشخص الملحد مثلا ما عندوش اخلاق، بالعكس دي الحجه دي، او انا اعرف كتير واكيد انت كمان تعرف انه نعرف ملحدين كتير اخلاقهم يمكن احسن من ناس مؤمنين بوجود ربنا كتير قوي، لكن الحجة مش بتتكلم ان انت محتاج ان تؤمن بوجود ربنا عشان يبقى عندك اخلاق، بالعكس دي بتقول لك ازاي حتى لو انت مش مؤمن بوجود ربنا اصلا لكن برضو عندك هذه الاخلاق دي، نفس المسطرة، وعندك نفس المسطرة بالظبط. فالآية دي بتقول حاجة شبه كده، انه ازاي اللي ما عندهمش الناموس ما عندهمش كتب مقدسة مثلا او كتب اديان، لكن برضو بيعملوا بالطبيعة ما هو في الناموس شاهدا ايضا ضميرهم، كانه في حاجه جواهم بتقول لهم لازم يعملوا كده، كانه في حاجه من جواهم هي المسطره اللي بيقيسوا عليها. احنا بنطلق على وضع هذه المسطره اسم الله. امير، من لو يعني من خلال الكلام اللي قلته انا يعني توصلت انه انت عايز تقول انه حتى لو في ثقافات مختلفه فاختلاف الثقافات ده هيؤدي بينا في الاخر لنفس المسطره. انا كده فهمتك صح؟ انت كده فهمتني صح. شكرا امير، انا سجلت كلامك وهرجع برضو ابحث فيه. اشكرك ليك. عرفت النهارده ان في 3 ادله بتقول ان لابد ان يكون في خالق. عجبتني جدا فكره المسطره اللي هو انت باختلاف انت مكانك فين ولا عايش فين ولا لونك ايه او لغتك ايه او ثقافتك ايه، لكن انت جواك في مسطره، والمسطره دي واحده عند كل الناس. المسطره دي بتعرفني الفرق ما بين الخير والشر، الصح والغلط،
التفسير الأكثر منطقية بالنسبة لي إنه أكيد في خالق، والخالق العظيم دوت هو الله. بكده أكون نهيت بحثي في الجزء المتعلق بالإلحاد والأسئلة اللي بيطرحها، وقدرت أسمع إجابات منطقية بالنسبة لي. لكن أنا رحلة بحثي ما خلصتش، الوقت الجاي أنا هكون مكمل في نظرة أعمق وبحث أكتر في الإيمان المسيحي وفي صحته. هل الإيمان المسيحي جدير بالثقة ولا لأ؟ هل أقدر أصدق في المسيح ولا لأ؟ هل في أدلة وبراهين تثبت صحة الإيمان المسيحي ولا لأ؟ كل دي أسئلة بتدور جوايا، وكل دي حاجات أنا محتاج أعرفها، وهو ده اللي أنا هكون بعمله الوقت اللي جاي.